الاهلي والزمالك خلاص الاثنين في نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، بعد ما وصلوا للنهائي وبعد ما تاجلت اخر مباريات ليهم، هل نقدر دلوقتي نفهم ونعرف نهايه الدوري او نهايه الموسم هتكون امتى؟ ان شاء الله بعد قرعه الكاس يوم الخميس ان شاء الله هيبقى الموقف كله متحدد ولحد نهايه المسابقه ان شاء الله. بعد قرعه الكاس يعني ليه قرعه الكاس ممكن تتحكم في نهايه الموسم؟ يعني هل ليه توقيتات هياخدها من الكاس؟ في توقيتات ادوار بنلعبها، فبالتالي لازم لما تيجي نهايه الموسم احنا منزلين 30 جوله بمؤجلات موجوده لغايه مؤجلات دور الثمانيه. انا متاكد ان اكيد حضرتك حضرت ده بشكل كويس يعني. فاحنا فاضل لنا المؤجلات بتاعت قبل النهائي اللي حصلت بسبب قبل النهائي والنهائي للناديين. طيب الميعاد حط مع مباراه الكاس ان شاء الله ونحدد ونعلن على نهايه المسابقه، بس احنا كده كده مش هنقدر نعلن المباريات النهائيه، لازم نلعبها في توقيت واحد بالنسبه للفرق المنافسه على البطوله والفرق اللي بتهرب من الهبوط. فبالتالي بعد ال 30 جوله لازم بتحدد الاخر اربع جولات عشان تلعبهم في نفس التوقيت. طيب بالنسبه للفرق المتنافسه على احد المراكز. طيب السؤال بصيغه اخرى كابتن عامر، تامل ان الدوري او الموسم ينتهي امتى؟ ان شاء الله نص 8 ان شاء الله. نص 8 ان شاء الله. طيب سؤال اخر وهو مهم ايضا، الفرق اللي هتشارك فيها، احنا زي ما قلت لحضرتك احنا في اسبوعين راحوا مني للمنتخب اللي هي قبل الاجنده الرسميه. معلش يعني ندي للمنتخب زي ما بندي الانديه. احنا كنا محددين 30/7 في بدايه الموسم، فضم الاسبوعين دولت، فبقول لحضرتك يعني معلش ندي للمنتخب زي ما بندي الانديه، دايما اقول كده يعني اللي اكيد طبعا لا المنتخب نمره واحد. بالظبط منتخب نمره واحد. بالظبط عشان كده بقول لحضرتك لازم كلنا نتفرغ. صحيح للمباراتين بتوع شهر 6 لان هم مهمين جدا، ولازم الناس كلها تتف حوالين الجهاز الفني وعلى منتخب مصر، لان المباراتين دولت يوصلنا لكاس عالم ان شاء الله. طيب.